طيب طب حضرتك فتحت التسابقات، عايز اقفل بس قصه الندبات دي. يعني اقدر اقول للشباب لما يكون عندك حبايه ما تلعبش فيها، ما تلعبش فيها صح طبعا كده؟ طبعا تمام، ما تجيش جنبها عموما، ما تجيش جنبها تمام، حتى لو مضايقاك لا ما تجيش جنبها، خليها موجوده لحد ما نعالجها. هتاخد لها فتره، فترتها اسبوع 10 ايام اسبوعين ايا كان الوقت، بالظبط. عشان ما نخشش بعد كده بقى في حفر او ندبات. واحيانا الحبوب بيبقى ظهورها مرتبط بوقت معين، يعني احنا في الفيميلز بنتكلم على مثلا بروجريشن بيحصل فيما قبل وقت البيريد مثلا، تمام منطقي جدا. بيحصل في وقت مثلا بيبقى فيه ستريس جامد جدا، او انا في فتره امتحانات او في فتره كذا، فاحنا بيبقى احنا ما بنلجأ للطبيب، هو بيدلنا احنا وقت ظهور، احنا خلاص اتعالجنا بس حصل بشكل عارض حاجه من الحاجات اللي انا بقول عليها دي. اوكي، فالطبيب بيبقى موجهنا وانس ان هي ظهرت الحبايه احنا هنستخدم عليها كذا، فهيعالج كده فهمنا. طيب بالظبط. يبقى اكمل بقى الموضوع اللي حضرتك فتحتيه، قصه تصبغات. تصبغات يعني شمس، خلاص انا تعرضت لشمس فتصبغت. بس هو مش بس بيبقى التصبغات نتيجه الشمس، يعني التصبغات ليها اسباب كتير جدا. التصبغات بتبتدي من ان هي تكون جيناتيك او وراثيه، اوكي، مرورا بالشمس، التعرض لحراره عاليه، فالستات حتى رباط البيوت اللي بيقفوا قدام الفرن والبوتاجاز لفترات طويله بيحصل عندهم نوع من انواع طب حاسس ان في التصبغات. ذريعه ان احنا يا جماعه تقفوش في البيوت، تقفوش في المطابخ عشان ما تتصبغوش؟ يعني حاسس ان في حته فيمينيزم، كده فيمينيزم ظهرت، ان احنا ايه، اصل وقفتنا في المطبخ بقت هتخلينا من هنتصبغ ووشنا هيغمق. لا ما هي الرجاله تجيب سان بلوك على حسابها. ماشي، ما عنديش مشكله طالما هناكل كويس وهنتبسط والعيال هيتبسطوا. تمام مظبوط. اوكي، يعني فكره التصبغات دي مش سبب بس بسبب الشمس، لا ده لا، نتيجه بيبقى ليها الالتهابات اللي حصلت زي ما حضرتك قلتي في نتيجه حب الشباب بيظهر بالظبط. احنا عندنا تصبغات. حاجه يعني حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، او تصبغ ما بعد الالتهاب. اي تمام. حاجه، اي التهاب بيحصل في البشره، حتى لو انا ظهر لي اكزيما وهرشتها بشكل عنيف ومعالجتهاش صح، ممكن تسيب لي تصبغ مكانها. يعني احنا بنتكلم اصلا ان حتى طب امنع التصبغات ازاي؟ يعني خلاص، يعني الوانس انها اتصبغت وحصل بقع واللون البشره ما امنعها اتوحدش، ولا اعالجها؟ لا عايز امنعها الاول، عايز اعمل وقايه الاول خلاص. اوكي، اصل احنا لسه سن صغير، لسه شباب لسه صغيرين، فاحنا ممكن نعمل وقايه. تمام. احنا بنتكلم مني طبعا في ان احنا لازم نستخدم سان بلوك، ده بشكل اساسي، حلو قوي، سواء واحنا بنتعرض للشمس او واحنا بنتعرض لحراره عاليه او واقفين قدام نار او بوتاجاز. حلو. بنتكلم في ان احنا لو عندنا حب شباب نبتدي نعالجه من بدري وبطريقه صح، عشان ما يسيبش اثر. اثر حصل بقى، تصبغت وحصل بقع وحصل توحيد لون بشره اللي انا نفسي فيه اللي ما بيحصلش. تمام، ف هنتصرف معاه ازاي؟ هنستخدم له ايه؟ طيب هو احنا التصبغات علاجها بيبتدي من ان احنا نستخدم كريمات التقشير المنزليه او كريمات التفتيح المنزليه، مرورا بان احنا نعمل جلسات. الجلسات دي ممكن تبقى بيلينج اللي هي جلسات التقشير، او ان هي ممكن تبقى ليزر زي الفراكشنال ليزر، او ان هي ممكن تبقى زي ما قلت بالمايكرو نيدلينج مصحوب بالبلازما او الميزوثيرابي او الجروس فاكتور. حلو. اعتقد الناس اللي اتفرجت اتكلمنا عن المشاكل اللي ممكن تقابلهم في بشرتهم، سواء كانت حب شباب وتصبغات. هنطلع فاصل ونرجع نكمل عن مشاكل تانية بقى، مش في الوش بقى، ده هنا نطلع في الشعر كمان. تمام. صح كده؟ مظبوط. هنرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا عن بقية المشاكل اللي بتواجه الشباب بعد ما خلصنا البشرة نطلع على الشعر. استنونا وما تروحوش في أي حتة. شكرا.